النبي اكتبها لي يا عم منتصر متخصص. استنى دي لو انت لو البنا شفته بتقول ايه؟ امشي من الماتش يا ريت انا اقدر اعمل حاجه اكتر من كده. ده متخصص هو بيخسر ازاي؟ انه خسر ازاي؟ ماتش بتروجيت اول ما جينا في 2014 في السويس هوب اتنين بنتي وطرد طلائع الجيش اعتقد كان طلائع الجيش ايام فريرة اول خمس هوب علي جبر بنتي طرد وتاني شوط كمان بنت. مين ده؟ مين ده رئيس؟ البنا. بقول لك ان زملكاوي يا راجل حرام وماشي الله ما فيش ماتش النادي الاهلي حبيبي يعني خسر عليا. الزمالك محمود البنا تخصص هزائم واحتساب ضربات جزاء وطرد للعيب زمالك ويضحك الضحكه الصفراء. انا ما بحبوش. الله يا ابراهيم نور الدين ده انا يعني هو كشخصيه شخصيه جميله جدا والله وكله بس برضه حظه زي محمود عاشور منيل بنيله معاه مع ان هو الحقيقه وراجل يوم العزه بتاع ابنين ما سابنيش وراجل محترم جدا بس هو حظه منيل مع الزمالك مش عارف اقول ايه. جهاد جريشه حلوه كابتن. لا جهاد جريشه بص بص الغلطه القاتله اللي عملها فاكر انت ايام الارجنتين الجون اللي هو مارادونا حطه بايده كان الحكم التونسي وقتها اسمه ايه؟ اسمه مش كان مشهور قوي علي لا علي بوكسيل ده الامارات افتكروا انتوا وقولوا الحكم ده كان حكم مشهور جدا كان لسه له كمان 3 4 سنين يحكم دولي وفي بلده اكتر الماتش ده اعتزل لان الغلطه اللي عملها خسرته رغم ان هو حتى الكوره انت بتقعد تبص لها كتير علشان ايه؟ علشان تاخد بالك اللي هي الكوره دي في لحظه يتصور اوفر وعامل كده لكن كوره كابتن جهاد جريش الواد طاير وعامل كده يعني انا حتى بستعجب الثلاث حكام التانيين كانوا فين. فاصل ايه الغلطه دي قصد بقى بدون قصد مش دي مشكله تحط علامه استفهام صعبه صعب ان هو يحكم تاني النادي الزمالك. طب يجيبوا لكم حكام اجانب يا كابتن يجيبوا لكم حكام اجانب والله احنا قلنا لهم اهلا وسهلا بدل انت مش عايز حكام مصريين هات اجانب انت حر بس اتحاد الكوره هيدفع بقى احنا ما طلبناش اتحاد الكوره اللي